هل يؤخذ من وضع أم حبيبة رضي الله عنها للصفرة على ذراعيها؟ هل يؤخذ منه جواز وضع المرأة للمكياج والأصباغ في وجهها؟ ما في مانع، المرأة تتجمل بما جرت به العادة من المساحيق والأصباغ، إلا إذا كان هذه المساحيق أو هذه الأصباغ تتجمد على الجلد وتمنع وصول الماء، ماء الوضوء والاغتسال إلى الجلد، فلا يجوز هذا. أما إذا كانت ما تمنع وصول الماء فلا مانع من ذلك. نعم.